كابتن حلمي طولان، مين موجود معاك؟ كابتن حماده صادق، كابتن اسامه حسني، كابتن حماده، واهلا بكم كلكم. يعني مبروك يعني بالتوفيق ان شاء الله. مبروك يا كابتن، وعلى فكره انا مرشحك من الاول يعني. انا عارف والله خيرك يا كابتن، عارف والله، يا ربنا يخليك. الله يخليك يا رب، بالتوفيق. الله يخليك ان شاء الرحمن. احنا قاعدين في التكييف وبنشرب النسكافيه بتاعنا وتمام التمام، ويعني محتارين. طب وانتوا كمان محتارين زينا ولا لا في الاختيار والقائمه يا كابتن هاني؟ يعني هو القائمه ما فيش، احنا عارفين مشاكل طبعا، كلنا عارفين مشاكل البوزيشن اللي كان ناقص في منتخب المرحله اللي فاتت. كان عندنا بعض قصور شويه في الباك الشمال، عندنا قصور رقم 10 وراس الحربة طبعا. واحنا من خلال رؤيتنا، واحنا بصراحه يعني اتفرجنا على ماتشات كتير ولسه لغايه دلوقتي متابع ماتشات الدوري. لا احنا عندنا طبعا مشكله في راس الحربه، وللاسف معظم الفرق بتلعب بالعنصر الاجنبي او في الخط الامامي بالاجانب كتير، فدي عامله شويه مشاكل للراجل. لكن ان شاء الله هنلاقي حلول مناسبه باذن الله. كنت سامع الكابتن حلمي بيتكلم على بعض العناصر، احنا فعلا عينينا على ناس عايزين دم جديد في المنتخب. يعني اولا قاعده الاختيارات لازم توسع شويه كابتن، يعني واللعيبه اللي بتلعب في الدوري. يمكن انا شرحت كل السلبيات والايجابيات الفتره اللي فاتت للراجل. كان في ايجابيات كتير طبعا، وصلنا لنهائي امم افريقيا ووصلنا لكاس العالم، دي طبعا حاجات ما نقدرش نغفلها. لكن كان دايره الاختيارات كانت ضيقه شويه، وكانت مختصره على لعيبه المحترفين والاهلي والزمالك طبعا، مع احترامنا لكل اللعيبه. لكن كان في لعيبه ظهر بمستوى جيد جدا في بعض الانديه، كان على سبيل المثال كان في لعيبه كويسه قوي في النادي المصري، كان محمد حمدي النادي المصري، احمد جمعه كان ظاهر مستوى كويس، عمرو مرعب في وقت من الاوقات كان لازم يكون موجود. مش عايز اقول اسماء بعينها، لكن كانت الدايره مغلقه شويه. احنا باذن الله بنحاول طبعا نوسع الدايره ديت بشكل كبير، لكن كمان عندنا عنصر الوقت ضيق شويه بالنسبه للمعسكر اللي جاي، ان احنا طبعا مش هنقدر نضم يعني كل العناصر الجديده، لا هنعتمد بشكل او باخر على الهيكل الاساسي، لكن اكيد هيكون على الاقل 5-6 عناصر جديده باذن الله. طيب ابرز الاسماء المرشحه كابتن هاني، يعني في اسماء انت قلت ان احنا هنبدا نوسع القاعده شويه، مش هنعتمد بس على التشكيل او الاسماء اللي كانت موجوده ايام كوبر، هنوسع الدائره شويه. ابرز الاسماء يعني كل اللي اختاره قبل كده عارفينه، لكن ابرز الاسماء اللي انتوا يعني شايفين انها عنصر جديد في الفرقه. طبعا يعني ما اقدرش طبعا اقول اسماء بعينها دلوقتي، لكن يعني كلنا متابعين مين المميز في الدوري المصري، مين المميز على المستوى الثلاث اسابيع اللي فاتوا، حتى في بعض اللعيبه نايها الموسم اللي فات بشكل كويس. يعني انا وصلت الصوره، والراجل كمان بيحب يشوف بعينه، انت عارف الاجانب كمان بيحب يشوف اللعيب. صحيح. تابعنا معظم المباريات، وان شاء الله احنا يعني هنتفرج بكره على الثلاث ماتشات ان شاء الله، يوم الاثنين في ماتش الزمالك، واتفرجنا النهارده على حسين الشحات. من العناصر اللي تم اختيارها مع ضمن المحترفين. محترفين خلاص. طبعا من ضمن المحترفين، فهو عنصر جيد جدا وبيلعب في كذا بوزيشن، ومن اللعيبه المميزه جدا جدا يعني. وارد تغيير طريقه اللعب، كان كابتن حلمي بيقترح ان ممكن يبقى وارد. وارد يعني اعتقد ان ممكن هنلاقي تغيير في طريقه اللعب شويه، ممكن ما يعني نعتمدش على النمره 10 الكلاسيك اللي هو تحت راس الحربة، ممكن يبقى طريقه اللعب نبدا ب 4-3-3، دي تدي شويه شكل هجومي اكتر، مع الاحتفاظ طبعا بالعنصر طبعا بالصلابه الدفاعيه ما فيش شك، لكن بتدي عنصر هجومي شويه. بنشتغل في لعيبه ممكن تشتغل بوكس تو بوكس، وممكن يكون في ديفندر واحد بس في الحاله الدفاعيه، يكون في ديفندر واحد واللعيبه اللي جنبه الاثنين اللي جنبه يبقى بوكس تو بوكس، يبقى موجودين في الحاله الهجوميه والدفاعيه. وعندنا العناصر اللي تقدر تعمل كده، مع الاعتماد كمان على الجناب، يعني طريقه 4-3-3 تعتمد كمان على الجنب الباك اليمين والباك الشمال، بيزيدوا بشكل مميز على اساس احنا للاسف برضو عايزين نكثف الكرات العرضيه شويه. يعني حتى كنت بنتكلم على روس الحربة، في بعض يعني مروان محسن يمكن ما ظهرش بشكل كويس عشان كان كل شغله بره البوكس، ممكن حتى كوكا ما كانش ظاهر بشكل كويس لانه هو بوكس بلاير. يعني هو يعني عايزين نستفيد من قدرات اللعيبه وتشتغل على طريقه لعب تناسب امكانيات الاولاد الموجوده عندنا، عندنا عناصر كويسه جدا. فوارد جدا، وارد ان احنا ممكن نغير طريقه اللعب بما يناسب العناصر الموجوده. طيب عندي معلومه شبه مؤكده، صلاح محسن وناصر ماهر موجودين مع المنتخب،
يعني طبعا حضرتك مش هتعلن الاسماء في الوقت الحالي، لكن من ضمن الاختيارات المطروحه والاسماء المطروحه ولا لا؟ من الاسماء المطروحه طبعا، ومن الاسماء المطروحه زي ما الكابتن حسني قال اوباما مثلا، الاسماء المطروحه كنا مرشحين مثلا احمد جمعه، لكن للاسف الراجل ما شافوش بقى له فتره ما بيشاركش مع، يعني كابتن حسام بيعتمد على دلوقتي راس حربه اجنبي فلسطيني، فاحمد جمعه ما خدش فرص ان احنا نشوفه، لكن عنصر انا متابعه من السنه اللي فاتت عنصر كويس. عندنا زي ما الكابتن برضه حلمي بيقول احمد علي في المقاولين من الناس اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت بشكل كويس ومشغال بشكل كويس. بص احنا حاطين لسه تقريبا يعني تقريبا طيب اكتر من، معلش هقطعك في الجزئيه ديت، هل تفكيركم يا كابتن هاني يعني مرحلي ببص للمرحله ديت، ولا ممكن اقول لا انا هعتمد على صغيرين السن، حته السن هتفرق معايا؟ يعني انت بتفكر مرحله في الوقت الحالي ولا كمان؟ احنا بنفكر يعني احنا واخدين تقريبا جزئين، المرحله الاولى اللي هي الشورت تيرم اللي احنا شغالين قريبين فيها تصفيات، انت بتتكلم على تصفيات افريقيا، عندنا سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، في تقريبا كل في ماتش في سبتمبر وماتشين في اكتوبر وفي ماتش في نوفمبر. المرحله وخاصه ماتش النايجر اعتقد هتبقى دخول عناصر صغيره في السن هتبقى اقل شويه، لكن ده البلان بي، يعني البلان اللي بعد كده بعد تصفيات افريقيا لا طبعا لازم معدل الاعمار لازم ينزل بشكل كبير جدا. كلام جميل. ومش معنى كده ان احنا مش هناخدهم غير في وقتها، لكن ممكن جدا تلاقي من دلوقتي دلوقتي ياخد الخبره ويعرف طريقه كلام، وده مهم جدا، ده مهم جدا. طيب يعني مين بديل محمد صلاح؟ محمد صلاح طبعا يعني واحد من العناصر الاساسيه والرئيسيه والمميزه واللي موصلنا للاسباب الكبيره اللي وصلتنا كاس العالم، والعنصر اللي موجود فعال في ليفربول مش في منتخب مصر كمان بس، لكن وارد جدا تصادف بظروف زي اللي حصلت مثلا قبل كاس العالم. مين اللي بتحضره؟ مين اللي بيحضره الجهاز الفني للمنتخب؟ بقول لك يا كابتن احنا في كل بوزيشن منتخب مصر على الاقل لازم يكون عنده ثلاث عناصر في كل بوزيشن، يعني لو بتتكلم على 33 لعيب وعندك 3 اجوان او 4 اجوان انت بتتكلم عنصر، يعني الدايره بتتكلم في 40 لعيب، لكن في المعسكرات على الاقل يكون في اثنين. طيب بوزيشن محمد صلاح يا كابتن، بوزيشن محمد صلاح لو انت قلت لي كل بوزيشن فيه عنصر او اثنين ولا ثلاثه، بوزيشن محمد صلاح في وليد سليمان ضمن الاختيارات ولا لا؟ في برضه بصينا عليه، وليد سليمان برضه من الناس المرشحه هتكون موجوده، لان لعيب مميز عنده خبرات. كل الاسماء اللي قلتوها كلها مطروحه، وفي الاخر ان شاء الله يوم الثلاث هنقعد ونحط ان شاء الله. طيب عندي معلومه او لا من غير اسماء، في لاعب كان مهم جدا جدا وشارك في كاس العالم، لكن الراجل مش مبسوط منه خالص ومستغرب ان هو كان موجود مع الفرقه في كاس العالم، مميز جدا بيلعب في نادي شهير، لكن مش هيبقى من ضمن الاختيارات، وارد ولا لا؟ هي معلومه عندي، حضرتك عايز تجاوب عليها جاوب براحتك. مش هيجاوب عليها طبعا. لا يعني ما مش هقدر اقول لك ولا لا، لقيت ان انا ما اعرفش المعلومه وما اعرفش بتتكلم على مين، يعني سيد بيقول فوازير يا كابتن هاني. ما انا عارف، انا عايز اعرف ليه دي الدنيا منوره ايه؟ الدنيا منوره. ماشي. بص عايز اقول لك حاجه والله بكل امانه، بكل امانه الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون صفحه جديده مع الناس كلها. احنا وراكم يا كابتن هاني، بس احنا دورنا هنعمله دورنا هنعمله، بس ثق تماما ان بعد ما يجي الماتشات هتلاقي كل الاعلام ده حاجه تانية خالص. قلبي عندك، قلبي عندك طبعا، يعني طبعا ربنا يوفقكم باذن الله يا كابتن. اختار قائمه الجميع هيا ده وضع طبيعي، وضع طبيعي. بالتوفيق يا كابتن. لا معاك طبعا، وان شاء الرحمن باذن الله تحققوا كل حلم المصريين، سواء كان في الوصول لكاس الامم الافريقيه والحصول عليها باذن الله، وكمان كاس عالم ومردود طيب يبقى في كاس عالم باذن الله. شكرا كابتن هاني رمزي.